أن عندنا مهمتين ذاتيتين ومهمتين اجتماعيتين. المهمتين الذاتيتين الإيمان والعمل الصالح، المهمتين الاجتماعيتين التواصي بالحق والتواصي بالصبر، يعني فاعلية في المجتمع. يعني أن أمر المعروف أنها أنهى عن المنكر، الوصل المعارف الإلهية. إذا لم أقم بهذه الواجبات الأربع، واجبين ذاتيين واجبين اجتماعيين، فأنا من الخاسرين. شوفوا إيش كل خاسرين عندنا نحن. شوفوا واحد يصلي ويصوم، واحدة تصلي وتصوم وتروح العمرة وتروح زيارة الحسين كذا، تمام هذا كمال، لكنه كمال أناني، كمال فردي. وإذا تعالى معي بدك تجي خواتي، إحنا إذا أردنا أن ينطبق علينا لقب الخليفة في الأرض، خليفة في الأرض المعصوم بالأصالة، يمكن إحنا أن ينطبق علينا لقب الخليفة في الأرض بالتبع ولا نعم بالتبع. كيف؟ كل إنسان يستحق هذا العنوان حسب اقترابه من نموذج المعصوم، حسب تخلقه بمقام المعصوم. إذا لم يقم الإنسان بهذه المهمة فهو خائن للمستخلف وهو الله سبحانه وتعالى. صوروا يا واحد، واحد يخلي مجموعة تدير شركة، وهذا المجموعة ما تقوم بهذه المهمة، خانت المهمة، خانت الأمانة لو لا خانتها. ليش أنا أركز لكم عجل أخواتي أقول لكم إن العمل الإسلامي والعمل في سبيل أهل البيت لا تطلقون عليه لقب تطوع. أن أحارب كلمة تطوع، عمل تطوعي ما أحبها، متنسجم أساساً مع ماذا؟ مع مفاهيم القرآن. ما عندنا تطوع. شنو معنى تطوع؟ تطوع يعني أنا أتفضل وأتطوع. أنا مو صحيح. هل عملي في إطار الدين تفضل؟ تشريف. ها؟ تشريف وتكليف. تشريف وتكليف. لازم نفهم النقطة. لا نتداول يا أخواتي مسألة عمل تطوعي. هذا عمل تطوعي مجال مكان آخر. ولا لا؟ إذا يقوم الإنسان بهذه المهمة وفق ما رسمته صورة العصر بمستويين ذاتيين ومستويين اجتماعيين، إيمان عمل صالح. شنو معنى الإيمان؟ يعني أن تكتسب المعارف، أن تتعلم. عمل صالح أن تطبق تلك النظريات والأعمال شنو؟ إلى الخارج. فأنت شنو سويت الحين؟ كملت نفسك. اثنين، أي اثنين، ثلاثة، أن تكمل غيرك. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يعني أن تصدر كمالك إلى من حولك من أمن محيطك الضيق إلى المحيط العام والمحيط الوسيع. زين، هنا أحب إلى أي ساعة سيدنا إحنا عندنا المفروض؟ تواصل مشكلة هي، تخوف كلمة تواصل هي. زين، أنا أحاول أخواتي أن أتكلم الحين في نقاط متعددة، وكل نقطة مثل لأن إضاءة مهمة جدا. أولاً إحنا العماد اللي نرتكز عليه هو العلوم الإلهية. وللأسف الشديد إحنا نشوف في مجتمعاتنا وفي أسرنا الثقل كله منصب على وين؟ على العلوم الأكاديمية. الأم، الأب، الأسرة دائماً تحث أبنائها على التفوق في أي جانب؟ في الجانب الأكاديمي. هذا زين، هذا جيد، هذا مهم، هذا أساسي، لكنه ليس المحور الأساس. العلوم الأكاديمية حدودها عالم المادة. من يخلي الإنسان رجله في قبره كل هذه العلوم لا شأنية لها، لا
علم هندسة، لا فلك، لا كيمياء، لا ميكانيكا، لا فيزياء، كل طب، كل يروح، لأن القوانين في العالم القادم تتبدل يوم تبدل لا ولا لا. إحنا نحتاج إلى العلوم هذه. شلون؟ أقدر أخلي هالعلوم هذه بعدين تفيد. طبعاً قلنا هي تفيد، هي ضرورية، لكن في إطار عالم الدنيا نأخذها كحاجة ضرورية لشنو؟ للتكامل الدنيوي. نعم. لا قصدي يعني فادتها إلى الناس. طبعاً يصير يصير أنا أدرس الكيمياء حتى أفيد الناس بنية القرب إلى الله، يصير بلا شك. لكن مهما يكون وين هي العلوم تفيدني؟ بس في الدنيا. الطب يعني نحن بنمارس الطب في عالم البرزخ؟ لا. انتهى فاصلتين. تمام ولا لا؟ أما علم التفسير، العقائد، الأخلاق، زين المعارف الإلهية وين بتفيدنا؟ أساسا هناك بتفيدنا. زين لهذا لازم نلتفت إلى أبنائنا وبناتنا أخواتي، بمقدار ما نعطيهم من علوم أكاديمية لازم المنهج لهم أيضا شنو؟ الدراسة الدينية، العمل الديني. أنا أعتقد أن قرية المرخ قادرة على ذلك، ولادة ومبدعة بهذا التكاتف، بهذه الأجواء، بهذا الانسجام، يمكن أن تصنع كثير من الطفرات. أنا أوصي أن تكون الدراسة الدينية في أي مجتمع من مجتمعاتنا دراسة متراتبة ومتابعة. يعني خلنا هناك منهج، يعني شو راح نبني كوادرنا في المستقبل؟ نحتاج للكوادر، مو فقط كوادر البعد الأكاديمي ما يصنع لنا كوادر في حقل العمل الديني دائما. فإحنا لازم أيضا نركز على أبنائنا وبناتنا في تعليمهم الجانب الثقافي الديني وبشكل ممنهج مو ثقافة عامة. هذه خطة يمكن أن نخلي يعني أيدينا عليها، وهي إذا عندنا نحن مثلا ثلاث مراتب من الكتب، يعني المرحلة الأولى عقائد أخلاق فقه، المرحلة الثانية عقائد أخلاق فقه، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة. لازم أن أتابع ابني أنه درس هي المرحلة الأولى لو لا، درس المرحلة الثانية لو لا، ولو في الأسبوع مرة واحدة. يعني ما يصير عندنا الدراسة الدينية فقط موسميا كل صيف، لا. زين وهو موقع المرأة من مهمة التبليغ الإسلامي. كثير من الرجال قد يستحقر أو يتكبر ويرى أن دور الرجل أكمل وأكثر محورية من دور المرأة في هذا الجانب الرسالي، وهذا ليس بصحيح. أولاً شمول آيات الاستخلاف للمرأة، المرأة مشمولة بآيات الاستخلاف. إني جاعل في الأرض خليفة، هذا خليفة رجل أو امرأة؟ امرأة ورجل الإنسان، والإنسان اسم ينطبق، مفهوم ينطبق على الرجل وعلى المرأة. إذن هذه شاملة. بعد اثنين دليل آخر، شمول آيات التبليغ، الذين يبلغون رسالات الله، هذا اللي منهم رجال أو نساء؟ بعد اثنين مطلق على الآية، عموم شمول آية النفرة، فلولا نفر من كل فرقة. بعد هذا بعد شامل. زين انتظار الفرج بعد شامل. أفضل أعمال أمتي للرجال انتظار الفرج الشكل. بعد عموم آية التواصي، هذا كله دليل على شمول هذا الأمر للمرأة أيضا. إلا الذين آمنوا، ما يشمل المؤمنات؟ يشملهم. بعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه، شوفوا البعد، خيركم من تعلمه، يعني أنت تأخذ وتعطي، هذا كمالك، مو بس تأخذ. في ناس والله يتعلمون إلى أنفسهم، هذا كمال، لكن الكمال الأكمل أن تعلم لتكمل وتكمل. هذه مهمات الأنبياء. الأنبياء ليش الله عز وجل بعثهم؟ لأنهم وصلوا إلى غاية الكمال وعندهم رغبة ذاتية بأن يوصلوا هذا الكمال للآخرين، فأرسلهم الله. في تناغم بين إرسال الله، يعني مو الله عز وجل قال لي أرسل النبي وهو ما عنده رغبة، هو عنده رغبة أساسا.
لكن الله أصبغ عليه صفة الرسالة الرسمية. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يا أيها المدثر قم فأنذر. من هنا يقول أن المؤمن سلام الله عليه للإنسان فضيلتان: عقل ومنطق. فبالعقل يستفيد وبالمنطق يفيد. بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن إحنا كلامنا أخواتي مو فقط عن العمل في المؤسسة بما هو عمل إداري، يعني أنتم عملكم في المؤسسة الدينية مو فقط إدارة، عندكم مشاريع تعليمية، عندكم مشاريع تبليغية، أساساً هي مؤسسة تبليغية. ليش أنت قاعد تركز على جانب العلم؟ لأنه هو لباب هذه المؤسسات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول للوصي سلام الله عليه: يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس، يعني خير لك من الدنيا كلها. تصور يا استاذ لما تجي تعلم وحده، في تعليم الصلاه سوره الفاتحه، تعرفين العداد الالهي اللي يشتغل ليش قد؟ شنو تصور؟ تقرأ في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا كملوا شنو هذه وآثارهم. كل ما تقرأ بعد هي البنية وهذا الولد سورة الفاتحة بالصلاة ثواب إليه وليش؟ وإذا كبر علم أولاده وصلوا الثواب إليه، وإذا أولاده كبروا، لأن الجيل السبب في تعليم سورة الفاتحة في البداية إلى قيام الساعة. وليش نسأل إحنا في الثواب يعني؟ الإلهي وهو ذخيرتنا في الآخرة. تعالوا إلى نقطة مهمة أخواتي أيضا وهي الكفاءة. نحن نعرف أن كثير من الأخوات عندهم كفاءات بلا شك. فضلاً عن الشباب، كثير من الأخوات عندهم كفاءات علمية، إيمانية، إدارية، تبليغية. لكن مشكلتنا وين؟ من تقدمنا؟ من تقدمنا؟ ليش؟ لأن أولاً إحنا كرسنا في أذهان الآخرين أن هذا عمل تطوعي مو واجب. شوفوا حتى أقول لكم سلبيات هذه الفكرة عندما تشاع في مجتمعنا. لا تروجون كلمة تطوع. هذا عمل أمر معروف ونهي عن منكر. هذا عمل رسالة إلهية. هذا أولاً، هذا أول شيء. الأمر الآخر من نعرف عواقب كتم هذه الطاقة الموجودة عندنا. تعرفون إذا واحد عنده هي الطاقة وما يفرغها في المجتمع ويوصل رسالة الله عز وجل إلى الآخرين، تصوروا أنتم واحد يمر على مريض، الأمثلة واجد بين المعنى، واحد يمر على مريض يتألم وهو يعرف ما هو دواء ولا يقدم له الدواء، وش تقولون عنه؟ حتى كلمة مجرم تصلح له. شايفكم إذا واحد يمر على الداء اجتماعي، على انحراف اجتماعي، وهو قادر يقدم شيء لكن ما يقدم، أيوة أكثر فداحة؟ ثاني، لأن الأول فوت على شنو؟ على الإنسان الآخر سلامة بدنها، الثاني فوت على الثاني سلامة روحه، عقله، آخرته. ليش تستصر هذه الأمور أخواتي؟ ركزوا على النقاط مهمة أخواتي. ترى أنا مطالب أمام الله عز وجل، أي انحراف صار في المجتمع وأنا أقدر أقدم فيه كلمة واعية، زين؟ أقدم فيه برنامج معين، أقدم فيه نصيحة، أقدم فيه عمل معين، ولا أقدم، أنا مسؤول عن هذا الانحراف أمام الله عز وجل. هذا مو صحيح، هذا خلاف المنطق القرآني: إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا خلينا لا، هذا يا جماعة شوف الإمام الصادق هذا يقول أحيوا، هذا يقول العلماء. بس يا جماعة العلماء شنو معنى أحيوا أمرنا؟
احنا هسه احيوا امرنا يعيشون، يعني قعدوا في الماتم وقروا على الحسين. هذا احد نماذج احياء الامر. احياء الامر اعم من ذلك. ان شاء الله بتروحنا في موسم من المواسم ان شاء الله القادمه. هذا الموضوع موضوع مهم جدا. احد معاني احياء الامر نشر معارف اهل البيت. الامر معرفنا عن منكر. هذا العمل. زين. فاذا بعد اعطيكم عنوان اخر. لو واحد عنده فلوس وما يزكي وش يقول عنه؟ عاصي او معاصي؟ ترك فريضه. ترك فريضه، فريضه ماليه. لو تركها بيؤدي الى الفقر في المجتمع، يعني اثر مادي. زين ممتاز، ما عليه. ومما رزقناهم ينفقون. بعض الايات وبعض الروايات تبين لنا ان من معاني الانفاق انفاق العلم. زكاة العلم شنو؟ أمير المؤمنين بذلوا نشروا. إذا واحد عنده علم وعنده معرفة، أنا قلت لكم أخواتي تبليغ رسالات الله مو من طبقة كثير رجال الدين والحوزويات، لا، كل واحدة عندها معلومة ولو معلومة واحدة هي مطالبة أن تنشر هذه المعلومة. أنا مثلا أعرف تفسير آية. أنا مو عالم، واحد عامي مثلا. أنا أعرف تفسير آية واحدة. أعرف معنى حديث واحد. أعرف مسألة فقهية واحدة. أنا مطالب بأن أنشر هذه العلمية. شو رأيكم؟ أن أنشرها إلى عائلتي، إلى أصدقائي، إلى من حولي، في مجالس عامة من نقعد. ليش تكون مجالس كلها مجرد سوالف هالشكل؟ يا جماعة نوقف بس هم. أنا عندي معلومة شاركتها، المعلومة واحدة من المعلومة هذه. أنا مطالب بذلك. وإلا سوف أحاسب عن عدم نفقة هذا العلم. زين، إذا أطلع عاطل النفاقات وعاطلنا زين أنعم علينا بنعم، نعمة الفهم ونعمة العلم. زين، وبعدين صارت انتخابات حتى تقوم هي المؤسسة الدينية. من رئيس المؤسسة؟ الكويت حصل رئيس مالته من المرخ هو السيد. ها؟ هذا وكيل. رئيس المكتب هو الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. هذه مآتم الإمام سلام الله عليه، والمسؤول عنها احنا عمال عنده. ألا يشرفكم أن تعملنا تحت إمرة الإمام الحجة وتحت نظر الزهراء عليها السلام؟ وليش احنا ننكفئ يعني؟ ليش؟ أنا أقول لكم لو فتحنا المجال كل واحد يرشح نفسه ويعمل في المكتب يمشي إليه 100,000 دينار شهرياً. الجاسيدي بتجنس المرفأ مباشرة. ولكن لا لا انزين ايش ليش احنا نزهد في شنو؟ نزهد في ثواب الله ونطمع في الاموال. كم حسنة في كل نفس تتنفسينه وانت تعملين تحت امرة الامام سلام الله عليه وفي مأتم الامام وفي مؤسسة الامام؟ كم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. لهذا بعدين بنتحسن احنا في عالم القيامه لما نشوف النعيم المقيم. في روايه في عفوا حادثه انا عاده ما انقل فيها حوادث يعني احلام وكذا وهالشكل، بس احنا ما ننكر الاحلام واهميتها وضرورتها وهي حق سوره يوسف كلها كلها عن الرؤى. انا سمعت لما اني سمعت هذه الحادثه من نفس الذي وقعت له، هو عالم جليل جدا من علماء النجف احد اساتذه. ينقل لي هي العبارة، هي القصة. يقول عندنا في النجف واحد يسمونه درويش. هذا كان قليل الفهم، بسيط، ساذج، ولكن مؤذي لدرجة أن ما حد يقدر يفوت في هالزقاق هذا، خوفا منه من درويش. وعلي عضلات، واحد مجنون على العضلات، فوته. يقول لي ابن سيدي ليش تخاف من الثور؟ قال بعجب عليه عضلات وعنده قرون، كيف ما اخاف منه بعد علي؟ ما شو طبيعي اخاف منه؟ زين. ومن مره وقفني واحد مجنون عليه عضلات، قال لي انت شيخه؟ قلت له والله انا هواك. تو وش تشوف يعني؟ قال لي انت شيخ الحمد لله، روح عندي بس رحمه الله. زين. هذا سيد درويش يوم من الايام هذا العام القليل يقول اللي صارت له حادثه مر من هذا الزقاق.
عند مجلس حسين وتأخر عليه فاعترضه منهم درويش. قال لي وين؟ قال خلني جوز عني انا اريد اطلع بسرعه من عندي مكتب. قال لي ما اخليك طوف تعرفني انا الحين يعني الحين بقى انت وعيونك في بعض زين؟ ما اخليك تطوف الا اذا شنو؟ الا اذا قريت لي على الحسين. قال اقراك على الحسين ما عندي لا منبر لا كذا يبي يتحجج بس. فهذا درويش نزل على الارض على اربع يعني وقال اركب على ظهري انا انقاك. ركب على ظهره وقرا بيتين ونزل وهرب. هذا بس خلص من الماتم اذاعوا في منطقه انه درويش توفي. تعرف انا مولي تشيع جنازته. شوفوا الطب اهل البيت سلام الله عليهم وشرف هذا العمل لاهل البيت. ولا ما كان قاصد شو اصلا يعني ولا قاصد كذا ولا في مخه اصلا هذا اللي اسمه درويش. جو سووا له مراسيم الدفن دفنه. هذا العالم في عالم الرؤيا شاف هذا المشهد ان ملكين جاء بدرويش الى امير المؤمنين سلام الله عليه وين ودي؟ قال هذه ادي واجل ادي شيعتنا واجل يعني ما في واحد الا ادى لازم يروح شويه نار البرزخ. واذا واحد يتكلم خلف الامير عليه السلام قفه قليلا يقول التفتنا واذا به الحسين عليه السلام عرفته يعني انه في خاطري قذف في نفسي ان انا الحسين عليه السلام وهو يخاطب اباه عليه السلام قسيم الجنه والنار. أبتا أن ينبغي تحرقه النار؟ قال لا يا أبا عبد الله. قال هذا منبري فداه. إذا أهل البيت سلام الله عليهم هل جزاء والإحسان إلا الإحسان؟ زين بهذا المستوى وأقل يحضرون لنا إني أحضر للمؤمن في كذا مواطن يقول الإمام رضي يقول الإمام الحسن يقول الحسين عليه السلام. شنو إذا أنا أكرس نفسي لخدمة مأتم الحسين مؤسسات الحسين تكريس؟ ايش قد يكون احنا موقعنا من اهل البيت سلام الله عليهم؟ ايش قد يعتزون بنا؟ وليش احنا نزهد في هذا القرب؟ انتم تعرفون اخواتي بعض اهل المعرفه سمعت منا كلمه مخيفه في محفل من النساء. يقول بعض النساء يلتقين بالزهراء في الجنه يوميا. هذا شرف خاص. وبعض النساء يلتقين بها في الأسبوع مرة واحدة وبعضهن يلتقين بها في الشهر مرة واحدة وبعضهن يلتقين بها في السنة مرة واحدة وبعض النساء يدخلن الجنة ولا يرين فاطمة عليه السلام. شي يخوفنا من خوف هذا؟ والله يخوف. تبون الشريف يعني احنا مرتبتنا عجبت لمن يريد الجنة بلا عمل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي يريد قرب أهل البيت يحاول أن يستميت في التقرب إليهم. وما هو أعظم قرب إلى أهل البيت غير إحياء أمرهم إحياء مماتهم. وفي المقابل الرواية تقول لنا من كتم علما ألجمه الله بالجان من نار يوم عندك علم وانت تكتمل. المسألة بين الترغيب والترهيب. أنا قلت في الكلمة المنشورة أيضا هذه النقطة أركز عليها. إذا ما تقدم أهل الكفاءة من المؤمنين والمؤمنات في هذه المؤسسات تنعمل في هذه المؤسسات حتى تنهض وحتى تتطور وحتى تصعد كيف يليق بهم نداء يا لبيك يا حسين او نداء لبيك يا مهدي؟ العالم العامل يا اخواتي هو كافر لايتام ال محمد. ما العسكر عسكر يقول ليس اليتيم من فقد امه واباه، اليتيم من غاب عنه امامه، اذا احنا ما لم نبنى هذا الايتام، ايتام يعني احنا عوام الناس اللي ما نعرف احنا ايتام لاهل البيت سلام الله عليهم. انا حتى اكفل اليتيم
أتعلم وأوصل علمي إلى الآخر، هذه كفالة لأيتام آل محمد. أيتام يعني الشيعة العوام الذي لا يعرفون شيعا. أيضا أضيف بعض النقاط هنا حتى أختم. مواقعنا في دولة الإمام، بعدين إذا طلع الإمام سلام الله عليه إن شاء الله كلنا نصير من أصحابه، لكن إحنا لنا مراتب، لنا مواقع. تنو مواقعنا في دولة الإمام على حسب ماذا؟ على حسب موقعنا من دولة انتظار. يعني عندنا دولة ظهور ودولة شنو؟ انتظار. إحنا في دولة انتظار شنو كان موقعنا؟ مهدنا، علمنا، بلغنا، نشرنا المعارف، أرشدنا، عملنا الأولى بمقدار عملنا. كيف إذا واحد أساساً شنو؟ ما عمل ولا شيء، ويقول لي بعد يعني بصير يمسح أحذية جنود الإمام، حتى هذا الشرف ما يناله. ترى هذا شرف عظيم أن واحد يمسح أحذية المجاهدين في دولة الإمام، لا تقول يعني هذا يعني مفتوح المجال له، لا لا لا، هذا بعد له مراتب. مواقعنا من دولة الإمام وفق مواقعنا العملية والرسالية والتبليغية في دولة التبارة، في دولة التبليغ في هذا العصر. يعني شوفوا الزهراء عليها السلام، الزهراء وما أدرك من الزهراء، ما قالت لأني أنا أم العفاف وأم الحجاب وزد المحراب، يعني ما لي دور بعد. خرجت بأسطع وأكمل دور تبليغي للدفاع عن الإمامة وعن التوحيد. لما تطلعون أنتم إلى هذه المؤسسات، أنا أقول للعاملات في هذا الحقل طبعاً لازم نسوي موازنة، لا يكون على حساب البيت ولا يكون البيت يشغلني عن العمل الرسالي، والأزواج بعد لازم يتركون المجال. مرة واحد يقول شيخنا أنا أحب أعمل في المجتمع لكن زوجي ما يخليني. فكلمت قلت له ليش ما تخليها يعني؟ يعني قصر في البيت، ما تطبخ، ما تغسل، ما كذا، ما تسوي احتياجاتك، قال بلى عدل. ليش تقطع الطريق وتقطع الكمال على الآخرين؟ أنت ما تملك هذا الجانب. ولي 24 ساعة برا، أكيد المسألة يعني فيها نظام خاص. فمهمة التبليغ يا أخواتي هي مهمة الأنبياء. من يقوم بدور التبليغ هو قاعد يقوم بماذا؟ بدور الرسل والأنبياء والأئمة سلام الله عليهم. يترك مكان عبادته إذا استدعى ذلك شنو؟ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. جاء ترك وجاي دافع جنصر للرسل. أنتن هنا ترفعن راية الأنبياء، راية الأئمة مثلا أطنعين، تقومن بدور الزهراء على السلام، بدور الحوراء زينب عليه السلام. وإلا ليش الحسين على السلام يخرج معه زينب عليه السلام إذا لم يكن للمرأة في هذا الدور؟ أختم أخيرا بهذه النقطة الأخيرة وهي الرواية. ألا أحدثكم عن أقوام الرواية؟ رحم الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله خلفائي. فقيل يا رسول الله ومن خلفاؤك؟ قال الذين يحيون السنة كملوا ويعلمونها عباد الله. يعني هم يكملون ويكملون، هم يعملون ويعلمون ليعمل الآخرون. ألا أحدثكم عن قوم ليسوا بأنبياء ولا شهداء؟ فقيل من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون عباد الله إليه، يأمرونهم بما يحب الله وينهونهم عما يكره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله. لنكون نتحسر في يوم الحسرة عندما يكشف للإنسان يقول له شوف هذه المرتبة اللي في الجنة، هي مرتبتك أنت في الجنة، لكن هي المرتبة الرفيعة كنت تستطيع أن تنالها،
لو أنك دخلت في المشروع الفلاني، لو أنك علمت فلان، لو أنك أنفقت العلم الكذائي، لو أنك فعلت كذا. أنتم تشوفون هذا العمل أحيانا يمكن شنو؟ ها؟ تافه. كل واحد في المادة، كل واحد المؤسسة الحسينية في موقعه عمله خطير وعمله مهم. لو عملي أنا أغسل الجلاصات مثلا في مطبخ المأتم، هذا عمل شريف وعظيم عند الله، وقد يكون هو النجاح إليه في عالم القيامة، وقد يكون عند الله عز وجل أفضل حتى من عمل الخطيب يمكن أو عمل الإداري. المسألة مو مسألة، مسألة الإخلاص. أخيرا إن شاء الله توفق من أخوات في هذه الدورة، وصل عندنا أخوات مؤمنات واعيات نخبويات يعمل. لكن المسألة المهمة هنا أخواتي، لازم ننظر إلى المستقبل. هذا أقولها للرجال والنساء، مو تكون هذا الرعيل الموجود عندنا عامل واعي زين، لكن بمجرد أن هذين يروحون زين الأعمار بيد الله أو يتعبون أو كذا، ما في من يحمل الراية من بعدهم. شوفوا استراتيجية الأئمة سلام الله عليهم، كل إمام صنع قبل موته نخب. ليش؟ ليش؟ مع أنه بعد الإمام حتى هي النخب تكون عون الإمام الذي بعده. إحنا بعد مو بس نحمل الراية، خلنا نفكر الحين إحنا حاملين الراية مطمئنين حاليا، لكن لازم يعيننا على المستقبل، منو يحمل الراية من بعدي؟ يعني لازم ندخل، ما إحنا قاعدين نعمل، ندخل كفاءات أخرى جسد ثاني. وهذا معناه أنه إحنا نحتاج إلى مجموعة من النظم، مجموعة من الدورات، دورات تثقيفية في الدور في الإدارة، في المحاسبة المالية، في عدة أمور لازم نحتاج إلى أن نقوي أنفسنا. عليكم أوصيكم بتقوى الله، وصية الأمير عليه السلام الأخيرة، بتقوى الله ونظم أمركم. ليه فوتنا هذا الأمر يا أخواتي؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعلمون يتعلمون ويعملون بإخلاص ويعلمون الآخرين. هذه مهمة الأنبياء سلام الله عليهم. العرفان في أربعة أسفار، أربعة أنواع من السلوك إلى الله عز وجل، سفر من الخلق إلى الحق إلى الله عز وجل، يعني أنا أتكامل في الله، ثم من الله إلى الله، ثم من الله إلى وين؟ إلى العباد. أرجع إلى العباد مرة ثانية. ليش؟ ثم من العباد إلى الله. يعني شنو؟ يعني مختصر الكمال الإنساني أن أتعلم وأسمو، لكن ما أشعر بالأنانية، أن أتعلم وأسمو ثم أنظر إلى غيري ممن لم يتعلم ولم يسمو فأعلمه وأوصله معي إلى الله سبحانه وتعالى، أأخذ بيده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يرغب في دولة الإمام الحجة سلام الله عليه، ويعمل لها ويمهد لها بكل ما أوتي من قوة، وأن يكون هدفه الأكمل والأعلى هو إرضاء القلب المقدس صاحب العصر والزمان. أرواحنا له الفداء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يتأكد هذا الأمر أن إحنا في عصر الغيبة، عشان إيش يصير عندنا انحرافات زي الإلحادية وانحرافات أخلاقية؟ تتذكرون في أيام الثمانينات زي قبل هاي السنوات كانت الظاهرة
الانحرافية في المجتمع منقوطة، ما حد يقدر يتظاهر بالانحراف، لأن تصير ردة فعل جماعية، تذكروا ولا لا؟ عندنا حصانة اجتماعية. الحين انكفاء الناس عن العمل الاجتماعي يخلي الناس تتجرأ على أن تتظاهر بالمعاصي وما شابه ذلك. ما في مخالفة. أنا هذه القرية أغبطها وأقول حافظوا علي هذه النعمة أخواتي. هي نعمة التآلف والانسجام ونعمة حب أهل البيت سلام الله عليهم والعمل تحت مظلتهم، هذا أمر مهم جدا، حافظوا عليه وأوصلوها إلى أبنائكم وإلى بناتكم وعلى إلى إخوانكم الصغار. إحنا مطالبين بذلك. بعد احنا قلنا إليهم يعني انه احمدوا ربكم الحمد لله ان قريتنا فيها ما تم رجال ما تم نساء يعني موحد. نعم. في بعض من البلادين حتى ما في يعني الا هي القريه ما تم معروف كل مواطن يعني متعدده صايره. نعم. انا اتذكر في المخيم في بضيافه الاخوه بينت هذا الامر اشد البث. يعني تعدد مآتم زين مو زين، لكن شوفوا انتم وحده المآتم عندكم ما تم واحد ما تم واحد، هذه نعمه كبيره جدا. فرطوا فيها. ما نتكلم عن مأتم واحد ما هو مأتم واحد، لا، نتكلم عن مأتم واحد لأنه يجمع قلوب واحدة. يا رب العالمين. بس ساعات يصير كثرة المآتم تفرق. نعم، للأسف الشديد، للأسف الشديد. لا تنسون أخواتي أن أعمالنا تعرض على الإمام صاحب العصر والزمان كل ليلة الجمعة، فإذا شاف في أعمالنا أن إحنا زين علمنا فلان، علمنا فلان كذا. زين سعينا في إحياء معارف أهل البيت سلام الله عليهم، سعينا لتقوية المؤسسة الدينية، هذا شكل يتخسرون على قلب الإمام سلام الله عليه. إحنا ونستانس لما نسعد من نحب، من نحب الإمام الحجة هو أعظم من نحب، فيكون هذا هدفنا. أنتم أهم شيء فقط أن تغرسون أن العمل الديني لأبنائكم، أن العمل الديني متطوع، أمر واجب، أمانة من الله عز وجل. أمانة من الله سبحانه وتعالى. موفقين لك الخير أخواتي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة المحمدية والمقامات العلوية والعصمة الفاطمية والمحاسن الحسنية والشهادة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الصادقية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والمكارم الجوادية والهداية النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، وعجل لوليك الفرج والنصر والعافية، واجعلنا من أنصاره وأتباعه وأشياعه، ورحم الله من يقرأ سورة الفاتحة، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما العلماء والشهداء وخدام الحسين. الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.